السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين. القرآن الكريم شفاء لكل داء. القرآن الكريم هو علاج بيحتاج لثقة وتوكل على الله. إحنا كتير جدا بنتجه لموضوع العلاج بالقرآن الكريم والرؤية الشرعية لما بنغلب في علاجنا عند الأطباء. دايما نقول بروح للدكتور اشتكي، انا تعبانه، انا في عندي الم هنا، عندي الم هنا. الدكتور يقول لي انت ما فيكيش اي حاجه، انت سليمه. في الحاله دي احنا بنتجه للقران الكريم والعلاج بالقران والرؤيه الشرعيه. العلاج من ايام الرسول عليه الصلاه والسلام، من عهد الرسول، لان القران الكريم فيه شفاء لكل داء. العلاج دايما بيكون بقراءة القرآن، بالأدعية، بالأذكار. مش العلاج بس، ده كمان عشان نبعد عن ونتجنب السحر والحسد. كتير جدا جدا بنلاقي ناس بتتجه للدجالين والمشعوذين، بيقولوا كلام كتير غلط وبيختلط على الناس، والناس بتتلخبط، والناس بتتأذي كتير جدا بسبب الناس دي. النهاردة معانا المعالج والراقي الشرعي الشريف أحمد فراج، اللي هينوه لنا وهيوضح لنا نقط مهمة جدا جدا عن طريقة العلاج بالقرآن الكريم. أحمد فراج من الناس اللي أنا تابعتهم كتير جدا، وناس كتير جدا تابعوه واتعاملوا معاه وشفوا على ايده. يعني انا عايزه اسمعكم، الكلام اللي هو هيقوله، وعشان كلنا نبعد عن الدجل والشعوذه. احنا معانا فيديو ليه هيفهمنا وهيشرح لنا ازاي انا احس، يعني اعرف اذا كنت انا محسوده، اذا كنت انا تعبانه، اذا كنت انا يعني محتاجه ان انا اتعالج بالقران. امتى اروح للدكتور، امتى ما اروحش، لما الدكتور يقول لي ما انت ما عندكيش حاجه. هو هيفهمنا كل حاجه، وانا كمان هفهم معاكم لما نسمع الفيديو بتاعه اللي هيتعرض دلوقتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الساده المشاهدين الافاضل، أستاذة سومة علي، تحياتي لحضرتك والجميع العاملين بالمحطة والبرنامج على الدعوة الجميلة لحضور البرنامج. طبعا أنا بعتذر نظرا لسفري أني ما قدرتش أحضر في الأستوديو، ولكن بإذن الله في القريب العاجل هنكون مع حضراتكم بإذن الله. فقررنا نعمل الفيديو بخصوص الموضوع عشان ما نعطلش الحلقة، اللي هي أعراض المس والسحر. أنا هكتفي في هذا الفيديو أن أنا هتكلم على أعراض المس والسحر وبعض التحذيرات من الذهاب للدجالين والمشعوذين. كتير في حياة الناس في عكوسات، وكتير من الناس بتربط العكوسات دي بالسحر والمس، وطبعا ده شيء غير صحيح تماما. يعني السحر والمس شيء، واذا كان في حياتك عكوسات دي اقدار، ولكن اذا صح ووجد مس او سحر مسبب لك بعض العكوسات، فسهل التعرف عليها من خلالك انت بنفسك. مش مضطر تروح لدجال ولا لمشعوذ او حد يوجهك لحد يقول لك ده عارف بالله مش عارف سيدي ابن مين وبتاع، وفي النهايه يقول لك وريني الكف، وريني الجبين، جيب لي القطر، تعالى مقرا لك الفنجان، اتلي حته مش عارف من قطرك، جيب لي قماشه انت نايم عليها 3 ايام. حاجات غريبه بنسمعها. الحاجات دي كلها سحر وشعوذه، وان انت بتروح للناس دي بتخش في اسم عظيم جدا، وانت كمان بتساعده على تقويه سحره وشعوذته، لانه بيستدرج ناس كتير بتجيب له بقى طلبات ويقول لك اتلي بخور واتلي مش عارف ايه عشان اعمل لك ايه. الكلام ده كله كلام فارغ وعاري تماما من الصحه، لان علاج المس والسحر بالرقيه الشرعيه فقط لا غير، وبالقران الكريم والسنه والادعيه، مفيش حاجه تانية. طيب هنضخم الموضوع؟ لا. هنبسط الموضوع؟ برضو لا. ولا هنضخمه عشان الناس ما تفتكرش ان الموضوع كبير قوي، ولا هنبسط عشان الناس مش تستهتر. الامور بسيطه جدا. فخلينا الاول نتكلم في الاعراض، اعراض المس والسحر. النهارده انا اعرف ازاي ان عندي عارض في جسمي منغص عليا حياتي؟ اول حاجه امتناعك عن الصلاه.
او تكون الصلاة بتاعتك متقطعة، او في سرحان ونسيان في الصلاة بطريقة بشعة، وجود تقل في الكتف، تحس ان جسمك تقيل وكتفك تقيل، وجع مزمن اسفل الظهر، تحس دايما بصداع في العين والجبهة، المنطقة دي صداع العين والجبهة بشكل مزعج. ضيق في النفس، تعمل كده دايما، متضايق دايما، عندك اضطرابات، قلبك بيدق، تلاقي خرابيش وكدمات على صدرك من هنا وعلى دراعاتك، ودي بتختلف على حسب قوة العرض اللي في الجسم. طب ايه تاني اللي ممكن اعرف؟ بطنك فيها دايما وجع، وتروح للدكاترة يقولك ما فيكش حاجة، تتنفخ وتنزل ما فيكش حاجة، تبص تلاقي في بقع في الفخذ والرجلين زرقاء او خضراء وتسود بعد كده، وجود نزيف عند النساء دون مبرر علمي، تروح للدكتور لا ما فيش حاجه بس عندها نزيف، تحس بنبض في جسمك كله، نبض وحراره اثناء النوم، احلام مزعجه، كوابيس، تحس بخيالات حواليك، عصبي، تحب الوحدة، لو قعدت مع ناس تتضايق منهم وعايز تمشي، تلاقي نفسك بتتسحب، تقعد في الحمام، تستحمى كتير، تقف قدام مراية الحمام، تمسك التليفون بتاعك تقعد في الحمام، تمسك اي جيمز تقعد بيه في الحمام تطول، المهم ان انت قاعد في الحمام كتير كتير كتير، تقعد قدام المراية سواء راجل او ست، يستعرض جسمه، منظره، بيتسحب دايما كده قدام المرايه يقعد فترات طويله. طبعا دي كلها عوارض بتبين ان في شيء في الجسم، ده كله مع عدم الالتزام بالصلاه او التقطع في الصلاه او استراحه. طيب علاج الكلام ده كله بيتلخص في 3 مراحل للعلاج. اول حاجه بنسال المريض الاسئله اللي انا قلتها، عندك صداع في العين والجبهة، وجع أسفل الظهر، تقل في الكتاف، خرابيش في الصدر والرجلين، الدراعات، الفخاد فيها خرابيش وفيها بقع، تقعد في الحمام كتير، نوم، تحب الوحدة، عصبي، تشوف خيالات وانت قاعد، تجي لك أحلام مزعجة. لو تطبقت بس من 60-70% الأسئلة دي، في عارض في الجسم. المرحلة التانية العلاج بالقرآن، نعمل له جلسة رقية خفيفة، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وبسم الله الرحمن الرحيم، وقراءة الفاتحة 7، والإخلاص 7، والمعوذات 7، وآية الكرسي 7، وبعض آيات السحر، لغاية لما يحضر العرض ويخرج. ثالث حاجة، التزام المريض دينيا بعد الجلسة، لازم تلتزم دينيا بعد الجلسة. هتقول ازاي؟ اقولك لا، وفي اذكار الصباح والمساء، وفي الاذكار بعد الصلاه، وفي بعد الفجر تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، من قالها 100 مره كان له هذا اليوم حرزا من الشيطان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في ايدينا الحل، في ايدينا الحل. هتقول انا ممكن اتعب تاني بعد ما يطلع مني سحر؟ تتعب لو انت ما التزمتش، لان طاقه الجسم مفتوحه، تتعالج من سحر تخش في مس، دخلت الحمام من غير ما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الخبث والخبائث، وقفت قدام مرايه ما بتقولش بسم الله الرحمن الرحيم، بتروح تغير هدومك قدام المرايه فبتصير فتن الامور والعوارض ديت قدام المرايه، فبيحصل لك مشكله. فلازم ذكر الله دايما على لساننا، والالتزام، الالتزام بالتحصين بعد العلاج. طيب هنيجي في حاجه تانية كمان مهمه جدا، ودي اللي بيقع فيها كثير من الناس، يروح لواحد يقول له لا انت مسحور، والسحر بتاعك محطوط على ظهر قرموط في النيل وترمى. طب ماشي، ايه المشكله يعني؟ اتحط في حمام طاير وطار راح مش عارف فين، عادي، بسيطه جدا الحاجات دي، امور ماشي عرفنا. ماشي، ما هو الساحر بيعمل اي حاجه عشان يأذي المريض ويبعد السحر عن ايد المسحور، خلاص علاجها ايه زي ما قلنا؟ نشخص الحاله بالاسئله، الرقيه، حضور العارض، خروجه، التحصين. لكن مفيش حاجه اسمها تروح تنبش قبر عشان تطلع السحر، ولا تجيب غواصين عشان تنزل النيل ولا البحر تجيب لك السحر، مفيش كلام من ده، محدش يضحك عليك،
انتهاء السحر بخروج العارض من الجسم وتحسين المريض لنفسه. انتهى الموضوع، محدش يضحك عليه يقول لك لا روح قتلي بخور وقتلي عين مش عارف ايه ومستكة ايه وحاجات ايه عشان نعمل مصيدة وحاجات كده وكلام فارغ، كل ده دجل وشعوذة. ولا يقول لي تعالى معرف لك انت فيك ايه من فنجانك فيش كلام من ده. الموضوع ده منتهي تماما. 360 حالة او 370 حالة في الفترة اللي فاتت دي، بس الحمد لله في خلال 3-4 شهور بفضل الله سبحانه وتعالى حالتهم ممتازة، الا بعض الانتكاسات، الا بعض الانتكاسات نتيجة عدم الالتزام بالتحصين بعد العلاج. انت اضطريت، انت اتشفيت، كله بامر ربنا، كله مكتوب لك. وبتبقى دي عبارة عن محن في الدنيا، محن بتمر بيها في الدنيا، تشوف ايه اللي بيحصل. لكن دورك انك بعد علاجك تتحسن، لازم تقاوم. انت بتساعد الراقي، لما الراقي يجي لك تقول له انا حاجه بتمنعني عن الصلاه بس بصلي، حاجه بتخليني اقعد في الحمام بس بقعدش، انا حاسس بزرقان في جسمي وبعض الخرابيش وبشوف احلام وي 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 بس بقاوم، بتسهل الامور. علاج السحر كله في جلسه واحده، نص ساعه بفضل الله سبحانه وتعالى. مفيش بقى حاجه اسمها تروح لتعمل ايه وتدهن ايه وتسوي ايه وتحط ايه على ايه علشان يحصل، مفيش كلام من ده خالص. الامور كلها بسيطه، بلاش نصعب الامور على نفسنا، بلاش نروح للناس تضحك علينا. حد يقول لك اشوف جبينك كده، طب بص في عينيا، طب ابعت لي صورتك، هو ده بيأذيك اول واحد عشان يسيطر عليك، عشان تبدا تروح له مره واتنين وتلاته، مع ان الموضوع بسيط ويخلص في نص ساعه. حضراتكم لينا متابعين على صفحة الفيسبوك، والحمد لله الناس بتشكر الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. وانا سردت نفس الكلام ده اكتر من مرة على صفحة الفيس او على قناتي على اليوتيوب، وفهمت ان احنا ازاي بنكشف من خلال الاسئلة، وازاي نعالج عن طريق الرقية، وبنستخدم في الرقية المية المقروء عليها والمسك. ومش لازم الراقي هو اللي يقرأ على المية، كمان اخو المريض ابو المريض مش هيقرأ على الراقي، موضوع بسيط، اي حد ممكن يقرأ على المية، يكون متوضي بصل ركعتين قضاء الحاجة وفي اتجاه القبلة، موضوع منتهي الموضوع. وبنستخدم المسك، ودي سنة عن الرسول انه كان دايما بيطيب بالمسك، المسك الاسود او الاحمر الغامق، فالامور كلها طيبة. ربنا يوفقكم جميعا. انا عرضت سريعا اعراض المس والسحر، وباذن الله في الحلقات القادمة باذن الله هنشرح اكتر واكتر واكتر، وعن طرق التحصين والعلاج باذن الله. ربنا معاكم جميعا، وربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بعد ما شفنا وسمعنا كلام مهم، يبقى احنا المفروض احنا ما نمشيش ورا الدجل ولا الشعوذة ولا اللي يقول لنا هاتوا قطر ولا اللي يقول لنا هاتوا في حاجة معمولة على زي ما تفضل حضرته وفهمنا وقال لنا الكلام ده، عشان الناس الكتير جدا اللي عمالة تبعت لي في الكومنتات وعمالة تبعت لي رسائل، كل واحد بيشتكي من حاجة شكل، وكل واحد عايز يتواصل مع شيخ او مع معالج او مع روحاني او يفهمه الموضوع. يا جماعة الموضوع بسيط جدا، زي ما حضرته تفضل المعالج احمد فراج وشرح لنا بمنتهى البساطة وفهمنا اللي الناس مكبرة المواضيع جدا. والحقيقة هو سلط الضوء على كم نقطة مهمة جدا ممكن تكون يعني احنا مش واخدين بالنا، او الناس اللي بتشتكي مش واخدة بالها. الالتزام بالصلاة، الأذكار الصباح والمساء، الأدعية، الحاجات دي كلها بتبعد عننا السحر والحسد والأمراض. دايماً كده خلينا معاه من الكلام اللي بيقوله. طبعاً أكيد في ناس كتير زيه بتفهم كويس جداً في المواضيع دي، عشان إحنا ما نتوهش ونمشي ورا ده ونمشي ورا ده. أنا بقول الكلام ده للناس اللي بتسأل أسئلة كتير، وممكن يكون كمان في ناس عندها وهم على فكرة، يعني مش كل الناس هتبقى مريضة، ومش كل الناس هتبقى مسحورة، ومش كل الناس هتبقى محسودة. يعني
خلينا يعني نفترض ان دي اخر حاجة، موضوع السحر والحسد، ونلتزم بالكلام المعالج بالرؤية الشرعية أحمد فراج الهنة، والكلام بتاعه ده مهم جدا. أنا شخصيا يعني حتى لو أنا مش بعمل بيه فأنا هعمل بيه، كلامه مهم جدا ومريح جدا. عايزين بقى الجروب بتاعه، اسمه الراقي والمعالج بالرقية الشرعية الشريف أحمد فراج، ده الجروب بتاعه اللي على الفيسبوك. عايزين تتواصلوا معاه وتسألوا، تفهموا أي حاجة أنتوا عايزين تفهموها، ليكوا أي أسئلة في الأمور دي اتفضلوا اتواصلوا معايا عن طريق رسائل الصفحة. وبعدين احنا كمان حاطين رقم تليفون، عايزين تتواصلوا معايا عن طريق تليفون، عن طريق الواتساب. إن شاء الله بإذن الله هيقول لكم على اللي المفروض تعملوه، اللي هو أي حد فيكم بيشتكي من أي حاجة أو في أي حاجة مضايقاه، أحلام، مخاوف، اي حاجه بتضايقكم، حد حاسس ان هو محسود، بتحصل له مشاكل على طول، والكلام اللي هو بيقوله ده بينطبق عليه، فخلاص انتوا تكلموه فورا. هو هيبقى ان شاء الله هيستقبل كل الاسئله وهيستقبل كل المكالمات بتاعه حضراتكم، وان شاء الله ربنا يشفي الجميع. انا عايزه تقولوا لي على صفحه البرنامج سوما علي وبرنامج كل جديد، دي صفحتنا على الفيسبوك، اي حد فيكم محتاج اي سؤال او محتاج اي حاجه يرسلنا فورا على صفحه البرنامج عن طريق الرسائل. كمان بقول للحابب الظهور في البرنامج برضو يرسلنا عن طريق صفحه البرنامج. انا في النهايه طبعا بشكر المعالج بالرؤيه الشرعيه، وكمان أنا بصراحة بالرؤية الشرعية دي حاجة بجد، يعني الواحد حتى بيطمن جدا لما بيلاقي حد بيعالج بالرؤية الشرعية، لأنه الواحد بيطمن بقى، يعني اللي قدامي ده بيعالج بالقرآن الكريم، بالأذكار، بالأدعية، ما فيش حاجة. يعني القرآن إحنا لما بنسمعه أو بنقراه بنحس إن إحنا نفسنا مطمنة، بنحس بارتياح نفسي، بنحس إن الهموم اللي إحنا شايلينها ربنا بيفرجها وبيبعدها عننا. فيا جماعة دايما نتجه للقرآن الكريم والأذكار والأدعية والتقرب إلى الله، ده هيبعد عننا كل عارض وكل أذى وكل شر وكل حسد. نلتزم زي ما احنا عارفين وزي ما سمعنا، نلتزم. وفي نهاية الحلقة بتاعتي بقول لكم اللي محتاج أي سؤال يرسلنا عن طريق صفحة البرنامج ده للظهور، والتواصل مع الشريف أحمد فراج الراقي والمعالج بالرؤية الشرعية يتواصل معي عن طريق الرقم اللي احنا حطيناه على الشاشة بعد الهواء مباشرة. تحبوا تتواصلوا وتفضلوا، وعن طريق الجروب بتاعه والقناة بتاعته على اليوتيوب. وفي النهاية بقول لكم الحلقة كانت ممتعة جدا جدا بالنسبة لي، وإن شاء الله بإذن الله هيبقى في حلقات تانية. بس قولوا لي إيه المواضيع اللي أنتوا تحبوا تسألوا فيها، وإيه الأمور اللي أنتوا تحبوا تفهموها منه، علشان هو في الحلقات اللي جاية يبتدي يسلط الضوء على المواضيع اللي أنتوا حابينها. في النهاية أقول لكم إلى اللقاء في حلقة قادمة، انتظروني.